L'édito. La démocratie n'est pas seulement la liberté d'expression, mais aussi une façon de faire des décisions politiques et surtout économiques. Les décisions économiques et les décisions de تقرر وتتاخذ في مكاتب مغلقة. شكون منا سمع بقانون الحكومة الجديد لتحسين مناخ الأعمال واللي وقعت المصادقة عليه الأسبوع الماضي من طرف مجلس الوزراء؟ هل مشروع القانون هذا كان متوفر للحوار وللنقاش ولأخذ رأي مختلف مكونات المجتمع المدني والقطاع الخاص؟ أتوا بعد النظم ندوة ولا زوز باش نعرفوا بيه ونحاولوا نقنعوا مختلف الأطراف لمساندته. وكان ثم تحويرات أتوا تكون في مجلس نواب الشعب ورزمه. في الأسبوع هذا أيضا هناك وفد من المفاوضين الأوروبيين متواجد في تونس واللي قاعد ينظم في العديد من اللقاءات مع مختلف مكونات المجتمع المدني والقطاع الخاص. قاعد يقوم باللقاءات هذية باش يسمع المواقف متاحة، باش يتعرف على الأولويات. الأولويات مكونات متاع الطرف اللي قاعد يتفاوض معاه، ومن المؤكد اللي هو قام بنفس الأمور هذية بنفس اللقاءات هذه مع مكونات المجتمع المدني والقطاع الخاص في بلاده، وتعرف على موقف الأوروبيين والقطاع الخاص الأوروبي خاصة في مختلف المجالات اللي بيتفاوض فيها مع التوانسة. من ناحية أخرى المفاوض التونسي نظم فقط لقاء منذ مدة باش يعلم المجتمع المدني الكل مع بعضه في نونزين غوند كونفيرونس على النتائج بصفة سومير متاع التروازيام راوند. الديمقراطية لازمها تكون مش فقط حرية التعبير، ولكن أيضا ممارسة، وممارسة خاصة في الحوار بين القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحديد المواقف من قبل. لازمنا نقطع مع طريقة التعامل القديمة اللي هي الإدارة والحكومة هي اللي تقرر وهي اللي تفكر، ثم نعمل استشارة أو لقاءات باش نقنع ونتناقش مع مختلف المكونات. مفاوضات الأليكا صحيح اللي هناك فيها لجان قطاعية، ولكن اجتماعات لجان القطاعية هل موجودة فقط للإعلام وباش ناخذوا الرأي، وإلا موجودة باش نصنعوا مواقفنا مع بعضنا، باش نعاولوا نصنعوا مواقف اللي هي نشوفوا فيها مختلف الآراء ومختلف المصالح متاع الاقتصاد التونسي. لازم نعرفوا حاجة واحدة إلا في الديمقراطية، الاستماع قبل الإقناع.